بطبيعة الحال أنا جيت سعيد للعودة ديالي للفريق الأول. كنشكر المكتب اللي دائما وضع الثقة ديالو فيا، مدرب الفريق كذلك، الطاقم التقني. في نفس الوقت فهو تكليف أكثر منه تشريف، لأن باش تكون في مكان الحاج بن عيسى اللي عطى الكثير فهو معلمة من معالم فريق الفتح، فطبيعة الحال كنحس بالتكليف، خاصني حتى أنا نكون في المستوى ونقدم على عروض جيدة مع الحراس ديالي ونكملوا المشروع اللي وضعه فريق الفتح اللي هو تكوين حراس في المستوى. الحمد لله الآن كاين بن عبيد، كاين بالعربي، فهما حراس تكونوا معنا في الفئات الصغرى والآن هما في الفريق الأول، وبجانبهم كاين أمسيف اللي هو حارس محترف بمعنى الكلمة. الآن بداية الموسم فهي الاستعدادات كتكون من الجانب البدني أكثر، فأنا كنحاول نخلي كنديروا جوج حصص، حصة كيديروها مع المعيد البدني اللي هو سي توما، وحصة معايا التقنية اللي كتكون بالخصوص إعادة التأقلم يلا كيستأنسوا بالكرة. دونك سي كتكون كنقلبوا سورتو على لا كاليتي، اون شيرش با دابا ني لا فيتيس ني لا بويسونس ني لانتونسيتي في لو ترافاي، غادي بشويه خدامين بشويه، مي سورتو دو لا كاليتي. من بعد ان شاء الله غادي يكون البرنامج حنا مسطرينو غنتبعوه، مي دابا سي سورتو لا بارتي فيزيك لا بارتي اتليتيك اللي غالبه على الاستعدادات ديالنا. كان دائما طموح، فكنظن ان العام اللي فات حققنا القاب مع الفتح، منين جيت حققنا القاب مع الفئات الصغرى، فاحنا دائما كنطمحوا للالقاب. وفريق الفتح فانه كنظن بانه فريق دائما لعب على المراتب الاولى الموسم الماضي سواء موسم للنسيان. ان شاء الله هذا الموسم غنحاولوا نقولوا الكلمه ديالنا وغادي نعملوا لو تو بوغ باش نكونوا في المراكز الاولى، وكنظن بانه الالقاب راه حنا كنطمحوا ليها وان شاء الله غنعملوا باش نجيبوها ان شاء الله. إفران فهي مهد الإنجازات، كنظن بأنه إفران مروا بها أبطال عالميين، وفرق كذلك استعدت بما فيه الكفاية في إفران وأعطت النتائج ديالها، فتنظن بأنه أول موسم كان السي والد الركراكي في مدينة إفران فحقق كأس العرش، ونتمنى إن شاء الله هذا الموسم يكون إفران تكون فاعل خير علينا وإن شاء الله نحققوا شي نتائج إيجابية ونكونوا في المراكز الأولى، ولما لا تحقيق الألقاب إن شاء الله. تابعونا على قناة يوتيوب.